الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد،
السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم الأنبياء والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامي بواجبك غير منكر من انتهى إليه من فضلك موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتحمل عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الذي كان عليك وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وبلدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته
وأنبياء ورسل صلاة متتابعة وافرة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهلون. اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تحياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيرتك من خلقك نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأسراب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك لا وتحننا منك علي إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياقته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعايب الصفاح حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلاد بأنشت عن نور بلادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار. اللهم فكما خصصته بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صل عليه كما وفى بعهدك وبلغ رسالاتك وقاتل أهل الجحود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك وأوجبت له بكل أذى مس أو كيد أحس به من الفئة التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل
ويملك بها الجزيل من نوالك، وقد أسر الحسرى وأخفى الزفرى وتجرع الغصى ولم يتخطى ما مثل له وحيك. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته صلاة ترضاها له، وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما، وآتنا من لدنك في مبالاتهم فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو الفضل العظيم. اللهم إنك قلت لنبيك محمد صلى الله عليه وآله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ولم أحضر زمان رسولك عليه وآله السلام. اللهم وقد زرته راغبا تائبا من سيئ عملي ومستغفرا لك من ذنوبي ومقرا لك بها، وأنت أعلم بها مني، ومتوجها إليك بنبيك نبي الرحمة صلواتك عليه وآله. فاجعلني اللهم بمحمد وأهل بيته عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا محمد يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يا نبي الله يا سيد خلق الله، إني أتوجه بك إلى الله ربك وربي ليغفر لي ذنوبي ويتقبل مني عملي ويقضي لي حوائجي، فكن لي شفيعا عند ربك وربي، فنعم المسؤول المولى ربي، ونعم الشفيع أنت يا محمد، عليك وعلى أهل بيتك السلام. اللهم وأوجب لي منك المغفرة والرحمة والرزق الواسع الطيب النافع، كما أوجبت لمن أتى نبيك محمدا صلواتك عليه وآله، وهو حي فأقر له بذنوبه واستغفر له رسولك عليه وآله السلام، فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وقد أملتك ورجوتك وقمت بين يديك ورغبت إليك من سواك، وقد أملت جزيل ثوابك وإني لمقر غير منكر وتائب إليك مما افترقت وآئذ بك في هذا المقام مما قدمت من الأعمال التي تقدمت إلي فيها ونايتني عنها وأوعدت عليها العقاب، وأعوذ بكرم وجهك أن تقيمني مقام الخزي والذل يوم تهتك فيه الأستار
وتبدو فيه الأسرار والفضائح وترعد فيه الفرائص يوم الحسرة والندامة يوم الآفكة يوم الآزفة يوم التغابن يوم الفصل يوم الجزاء يوما كان مقداره 50,000 سنة يوم النفخة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم النشر يوم العرض يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني يوم تشقق الأرض وأكناف السماء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم يردون إلى الله فينبئهم بما عملوا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يوم يردون إلى عالم الغيب والشهادة يوم يردون إلى الله مولاهم الحق يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وكأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي إلى الله يوم الواقعة يوم ترج الأرض رجا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يوم الشاهد والمشهود يوم تكون الملائكة صفا صفا اللهم ارحم موقفي في ذلك اليوم بموقفي اللهم ارحم موقفي في ذلك اليوم بموقفي في هذا اليوم ولا تخزني في ذلك الموقف بما جنيت على نفسي واجعل يا رب في ذلك اليوم مع أوليائك منطلقين وفي زمرة محمد وأهل بيته عليه السلام محشري واجعل حوضه موردي وفي الغر الكرام مصدري وأعطني كتابي بيميني حتى أفوز بحسناتي وتبيض به وجهي وتيسر به حسابي وترجح به ميزاني وأمضي مع الفائزين من عبادك الصالحين إلى رضوانك وجنانك إله العالمين اللهم إني أعوذ بك من أن تفضحني في ذلك اليوم بين يدي الخلائق بجريرتي بين يدي الخلائق بجريرتي أو أن ألقى الخزي والندامة بخطيئتي أو أن تظهر فيه سيئاتي على حسناتي أو أن تنوه بين الخلائق باسمي يا كريم يا كريم العاف العاف الستر الستر
اللهم وأعوذ بك من أن يكون في ذلك اليوم في مواقف الأشرار موقفي أو في مقام الأشقياء مقامي وإذا ميزت بين خلقك فسقت كلا بأعمالهم زمرا فسقني برحمتك في عبادك الصالحين وفي زمرة أوليائك المتقين إلى جناتك يا رب العالمين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيها البشير النذير السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك أيها السفير بين الله وبين خلقه أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد يا رسول الله أني مؤمن بك وبالأئمة من أهل بيتك موقن بجميع ما أتيت به راض مؤمن وأشهد أن الأئمة من أهل بيتك أعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا اللهم لا تجعل آخر العهد من زيارة نبيك عليه وآله السلام وإن توفيتني فإني أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الأئمة من أهل بيتي وأن الأئمة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك وحججك على خلقك وخلفاؤك في عبادك وأعلامك في بلادك وخزان علمك وحفظة سرك وتراجمة وحيك اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح نبيك محمد وآله في ساعتي هذه وفي كل ساعة تحية مني وسلاما والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لا جعله الله آخر تسليمي عليه.